أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك فرق بين أن يكره المسلم على قول الكفر وبين أن يكره على فعل الكفر؟ الآية في القول، الآية إنما جاءت في القول، قصة عمار بن ياسر. أما الفعل لو أكرهه على السجود للصنم ما يسجد للصنم، لو أكرهه على أن يذبح لغير الله ما يذبح لغير الله، مثل قصة الذي قتل الذباب طاعة لهم دخل النار والعياذ بالله. نعم، الإكراه إنما هو على القول. نعم.